بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنشوف مع بعض نبات جميل جدا، نبات مشهور في المحلات الزهور، نبات اسمه عصفور الجنة أو زهرة عصفور الجنة. نبات عصفور الجنة زهرته جميلة جدا، الزهرة تعيش معايا لمدة طويلة بعد القطف. نبات يزرع لجمال زهوره، زهرته جميلة جدا، زهرته لها الشمروخ الزهري الطويل، ان انا ممكن احطها في القصرية بتاعتي او الزهرية، وبتعيش معايا لمدة الشهر بعد القطف. طرق تكاثر نبات عصفور الجنة بالفسيلة او الخلفة، يعني انا ممكن تحت كده واخد خلفة صغيرة او فسيلة صغيرة واحطها في قصرية او في ارض اللي عندي او في الجنة بتاعتي، بتمشي ان شاء الله على طول، نسبة نجاحها 100% ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الشمروخ الزهري طويل جدا، يعني يصل طوله حوالي متر او 80 سنتي. ده شمروخ او زهرة لسه ما فتحتش، وده برضو زهرة لسه ما فتحتش. ده زهرة فتحة ومكملة النمو، لو نلاحظ فيها كام لون.